من سطات لعشاق رفيسه مع هذا البرد. الدجاج البلدي اصبح طالع في الثمن، واخا انا في سطات ديال 55 درهم الكيلو ببعض المناطق ديال والمدن ديال المغرب، انه داير الثمن ديالو 66 درهم عفوا. هنا بالمدينه ديال سطات داير الثمن ديالو 55 درهم. راه كنحاولوا انه نقلوا لكم مختلف الاسعار والاثمنه ديال الدجاج البلدي اللي صابح طالع في الثمن ودير الثمن ديالو، يعني 55 درهم الكيلو، 55 درهم يعني الدجاج البلدي. وكاين واحد الاقبال كبير يعني على الدجاج البلدي، خصوصا مع هذه الفتره ديال البرد ومع هذا الجو البارد، كاين الناس انهم كيبغيو يديروا الرفيسه، كاين اللي من غير الرفيسه انهم كيقتنيوا هذا الدجاج البلدي. الدجاج البلدي اللي داير 55 درهم 55 درهم هنا بالمدينه ديال سطات، عند واحد البائع، عند اقدم بائع متخصص في الدجاج البلدي، رضوان، هنا حدا المارشي ديال المبروكه، رضوان المتخصص في بيع الدجاج البلدي. الدجاج البلدي اللي يدير الثمن ديالو 55 درهم، الناس اللي عشاق الرفيسه اللي مع البرد ومع الاجواء ديال البرد، يعني كتكون الناس كيديروا الرفيسه بزاف، وبالتالي انهم ملي كيبغيو يديروا الرفيسه كيختاروا الدجاج البلدي، لانه الدجاج البلدي مع الرفيسه راه كتكون عنده واحد المذاق، وكيكون عنده واحد النكهه خاصه، نكهه خاصه. هذه هي الاثمنه ديال الدجاج البلدي اللي واصل الثمن ديالو 55 درهم هنا بالمدينه ديال سطات، عند رضوان اللي حدا الحي ديال المبروكه. كنحاولوا اننا ننقلوا لكم يعني الجوده ديال هذا الدجاج، يعني كيف ما كتشوفوا، يعني الدجاج البلدي اللي واصل في الثمن ودير الثمن ديالو يعني 55 درهم. في بعض مناطق المملكه والمدن راه واصل حتى 60 درهم، راه طلع هو كان محافظ على الثمن ديالو. يعني الدجاج الرومي مره كيطلع مره كيهبط، ولكن الدجاج البلدي كيبقى الثمن ديالو فيكس، يعني كيبقى الثمن ديالو زاكي 55 درهم، الا تزاد كيتزاد 60 درهم، اما هو كيبقى الثمن ديالو فيكس. هذا هو الدجاج البلدي بالمدينه ديال سطات، عند هاد البائع رضوان اللي حدا المارشي ديال المبروكه. كنحاولوا ننقلوا لكم الاسعار الاثمنه ديال الدجاج الرومي، مره كيطلع مره كيهبط الثمن. كان اليوم داير 20 درهم الكيلو، الكروازي داير 14 درهم الكيلو، بيبي داير الثمن ديالو 22 درهم الكيلو. ولكن شكرا سي مصطفى حسيمي، تحياتي لك اخويا مصطفى الحسيمي، تحياتي لك، صباح سعيد وعطلة نهاية اسبوع موفقة اخويا مصطفى. راه كنحاولوا اخويا ننقلوا لكم الاجواء ديال السوق، الاجواء ديال الاثمنة، عفوا يعني الاثمنة ديال بعض المواد اللي هي اساسية وبعض المواد اللي هي حيوية، بحال الدجاج بحال الخضرة، وخصوصا انه اليوم الاحد، يعني العديد من الاسر انهم كيحاولوا يخرجوا السوق يشوفوا الثمن ديال الدجاج، الثمن ديال الخضره. كنحاولوا احنا من المناطق والمدن اللي كنحاولوا اننا نغطيوها، كنقول لهم الثمن ديال بعض هاد المواد الاساسيه الحيويه، يعني الانسان انه كيخرج هو عارف الثمن ديالو، هو عارف الحفه شحال غتطلع عليه، يعني هو خارج وعارف الثمن ديال الدجاج شحال واصل. يعني الدجاج البلدي داير الثمن ديالو 55 درهم كيف ما ذكرنا، واللي يعني مازال محافظ على الثمن ديالو، هذا الدجاج البلدي تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. الدجاج البلدي اللي كاين عشاق ديال كيف ما ذكرنا، يعني العشاق ديال الرفيسه، اللي كيبغيو يديروا رفيسه اليوم الحد ولا باقي الايام الاخرى، خصوصا يعني يوم الاحد، الناس كيبغيو يديروا رفيسه وكيختاروا يعني الدجاج البلدي. الدجاج البلدي اللي كيف كتشوفوا يعني الجوده ديالو
والدجاج البلدي تبارك الله راه يعني كتكون واحد كيجي مع الرفيسه بزاف، كيجي مع اكلات اخرى وخصوصا الرفيسه. المنطقه ديال الشاويه هنا المدينه ديال سطاس معروفه بالدجاج البلدي، معروفه بالباديه، معروفه بجميع الانواع ديال يعني تبارك الله. كما ذكرنا لكم يعني هذا الدجاج البلدي اللي دير الثمن ديالو 55 درهم. الناس اللي كيبغيو انهم الرفيسه، العشاق الرفيسه، هذا هو الثمن ديال الدجاج البلدي اللي واصل الثمن ديالو 55 درهم الكيلو. الدجاج الرومي اللي دير الدجاج الرومي اللي دير الثمن ديالو 20 درهم الكيلو، كوكلي 15 درهم، ولكن الدجاج البلدي اللي محافظ على الثمن ديالو 55 درهم الكيلو. بعض مناطق ومدن المملكه راه داير الثمن ديالو 60 درهم الدجاج البلدي. كنحاولوا نقلوا لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء الاخبار ديال السوق، الاسمنه ديال الخضار، الاسمنه ديال الفواكه. كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء في بث مباشر اخر. دمتم في رعايه الرحمن، والناس اللي غاديين يطيبوا الرفيسه بصحه وراحه، بصحة والراحة. حاولنا أننا نجيو لكم من عين المكان منين كيتباع الدجاج، من منين كيتباع الدجاج. سي عطيف عبد الحق، السلام خويا، الله يحفظك، راك ديما حاضر. تحياتي لك خويا عطيف عبد الحق، وتحياتنا الناس ديال بلجيكا، تحياتنا الناس ديال ولاد سعيد، ولاد سعيد تحياتنا الخالصة. وشوف هذا الدجاج ديال ولاد سعيد، والله إلا الدجاج ديال ولاد سعيد. سولت السيد، دجاج بلدي تبارك الله ديال ولاد سعيد، من مدريد، من مدريد خويا عطيف عبد الحق، ولكن الاصول راه من ولاد سعيد. وصدفة حنا راه هذا الدجاج ديال ولاد سعيد، المنطقة ديال ولاد سعيد اللي معروف عليها الجود، معروف عليها العطاء، معروف عليها الكرم. الناس ديال المقاومة، يعني تحياتنا للناس ديال ولاد سعيد. وكنبلغوا السلام ديالك خويا عطيف عبد الحق للأسرة ديالك والعائلة ديالك بالمنطقة ديال ولاد سعيد، وتسلم لينا على الناس ديال مدريد إسبانيا، سلم لينا على المغاربه ديال اللي كيتواجدوا في اسبانيا، بمدريد، بجميع المدن الاسبانيه. كنحييهم، البرتغال، جميع مغاربه العالم، الناس ديال الغربه، الناس ديال المهجر، اللي كنحييهم على التواصل وكنحييهم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر. بصحه الناس اللي غدير رفيسه، بصحتكم وراحتكم، وعطله نهايه اسبوع موفقه للجميع.